طب وهعمل فيها ايه؟ تعالوا لي بقى كده على الصلصه، يلا بينا. وهي بتغلي اهي، يلا يا باشا بصوا، واروح نازله بالتومه نيه اهي كده. تسلم ايديكوا يا رجاله، تسلم ايدك بقى يا شيف هلا، ولا عبرني. بصوا اهو، وهنا بس العدس بجبه. ايه بتقول ايه يا عزه على اللايف؟ بتقولي ايه يا عزه؟ قولي ايه العدس العادي؟ ما هو العدس بجبه اللي بنعمل بيه الكشري. ايه العدس العادي قصدك يا حبيبتي؟ قوليلي. بصوا بقى كده الصلصه خلصت معانا. يبقى انا كده سبتها تغلي الاول مع الزيت، وبعد كده رحت عامله عجينه نيه، توم نيه عليه ملح وكمون وكزبره، وحلتهم بمعلقتين خل، وهي بتغلي بتقطع نفسها من الغليان، رحت منزله على طول العجينه التوم النيه دي عليها. غلوه واحده وشموا الريحه، شموا لي احلى ريحه في الدنيا، اللهم بارك على جمالها. وادي هنا الشعريه بتتحمر اهي، زي ما قلت لك اتقلي عليها شويه، احنا عايزينها تاخد لون غامق. اهي بصي بقلب فيها كده، الله على ريحه الصلصه. يلا يا بصوا الشعريه هنا في العادي، لو انا هعمل رز عادي هنزل بالرز دلوقتي، لكن انا الكشري لازم هسيبها تغمق شويه. ريحه الكشري ايوه بالظبط، ممكن الاداره تنفذ في حته تانية. كده بقى دلوقتي يا نهار ابيض على الريحه اللي طالعه، اساس الكشري واساس التطعيمه الحلوه بتاعه الكشري الصلصه، هي دي طبعا الصلصه مع الدقه مع الشطه، بس ايه الاساس؟ الاساس هي الصلصه دي. نفسي كان نفسي تبقوا واقفين كلكم جنبي كده وشامين الريحه. يا جماعه لو في عندكم بصله متحمره، في شويه بصل متحمر كده هاتوا لنا شويه. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنعمل ايه، قولي لي. منى كاتبه على اللايف دلوقتي بتقول لون العدس ما بيطلعش زي بتاع بره، بتاع بره بيبقى غامق، لون العدس بتاعها بيبقى لونه ابيض. حد قال حطي في طاسه وقلبي وبرده طلع فاتح. امشي معانا في الخطوات دي يا منى، وان شاء الله يطلع معاكي العدس عالمي بامر الله. بصوا بقى على ما العدس انا صفيته، على ما الصلصه تاخد وتدي مع نفسها والشعريه بتغمق اكتر. لا انا عايزه بس يا اولاد الاول شويه بصل بس نعمل الرز واطلعكم فاصل. بصوا بقى ادي مكنه الشيبس اهي، المكنه دي موجوده في كل بيوتنا، البديل بتاعها مبشره البصل من الناحيه دي، الناحيه اللي هي العريضه دي، وبقشر البصله واخلي الديل بتاعها كده ديل عشان امسك بيها وانضفها كويس، وامسك البصلايه كده من عند الديل وافضل اعمل كده، خلي البصله تنزل رفيعه خالص. بصوا اهو بالشكل ده اهي، بصوا ظهرت الريحان عندها مخ وعايزه تعمله. بصي بقى عشان انت يعني جيتيلي على العشق العشق، ايه رايك ابعتيلي المخ ده وانا اعمله وابعت لك منه طبق. هعمله لك حلو والله ما تقلقيش، هعمله لك زي العسل. بص يا جماعه اهي، ادي البصله اهي بالديل، الديل هو اللي بيخليني اعرف اتحكم في البصله كويس، اهو بمسكها كده من الديل واعمل كده، لو قطعتي الديل هتتزحلق في ايديكي كده. وبعدين خدي البصله بالجنب واوريكم دلوقتي شكل البصل، كنت مولعه على الزيت كده مخلياه دافي، دلوقتي نعلي النار عليه اهو. يلا بصوا كده قلبي كده البصله من جميع النواحي، عايزه بس اروح نقلب الشعريه. بصوا هنا انا عملت ايه، حطيت العدس على الشعريه وهفضل اشوح العدس والشعريه كده مع بعض كده. الله يخليك استاذ احمد بيقول لي هم يتاكلوا كده، بصوا. الله يكرمك يا استاذ احمد والله. بصوا يا جماعه شايفين الجمال، بصوا اللون فين بقى حبيبتنا اللي بتقول لك العدس بيطلع معايا لونه ابيض اهو، اتفرجي على يا استاذ احمد، بصوا يتاكل ني اهو، شوفوا. انا عايزه اقول لكم انا كمان هروح ان شاء الله النهارده اعمل كشري، هناكل كشري النهارده.
انا صايمه وايه بجد نفسي راحت له قوي. شايفين الجمال؟ افضلي كده قلبي حوري، اسمها حوري بلغه الشيفات، حوري في العدس بالشعريه لغايه ما الميه بتاعه العدس اللي كان منقوع فيها تنشف. يعني انا اول ما نزلت دلوقتي العدس كان فيه ميه، افضلي بقى قلبي كده لغايه ما الميه بتاعته تنشف. بصوا بقى يا جماعه، نبعد بس الزيت كده، ادي الرفع اللي انا بتكلم فيه للبصله اهو. مش شرط يبقى عندك المكنه دي، ممكن بالمبشره بتاعه البصل. بصوا اهو اهي، شوفوا شوفوا رؤيها قد ايه اهي يا جماعه. ادي البصلايه بتاعتنا، هنزلها في الزيت ازاي؟ علشان البصلايه بتخلي الزيت يفور. فين كبشه الزيت؟ اهي، بسم الله. ايه كبشه الزيت؟ اهي. بصوا هحط كده، هحط كده المصفى بتاعه الزيت، وهجيب البصل هحطه في المصفى، وهفضل اول انزل كده. بصوا بتفور ازاي عشان الزيت كله ما يفورش منك اهو كده بالشكل ده، لغايه ما البصله تنزل العصاره بتاعتها وتنشف الزيت مش هيفور اهو. بصوا اهو كده ماشي. تاني اروح واخده شويه تانيين بعديها، برضو نفس الحكايه، شويه تانيين برضو في مصفه الزيت اهو كده، واخد الباقي كله يلا مره واحده اهو. اه يلا بينا. بصوا برضو نفس الحكايه كده كده، وبعدين اروح منزله البصله كده اهو، وافضل اقلب كده بالشكل ده، اخد من الجناب على جوه. تعالوا بقى نرجع الزيت على النار تاني، علشان انا كنت كان سخن قوي فكنت بعد الوقع على النار. وتعالوا نكمل الجمال بتاعنا كله بقى. تعالوا لي هنا، بصوا بقى كده، ادي الشعريه والعدس، بصوا اتشوحوا ازاي مع بعض. خلاص نشفت، العدس نشف خلاص ما بقاش فيه ميه اهو. هروح جايه هنا وجايبه الرز. حاضر، دقيقه واحده بس. بصوا اهو، ناخد كده كيلو رز، هيتحط عليه نص كيلو شعريه ونص كيلو عدس، ونقلب، وهنفضل بقى هنا نقلب كويس قوي.